والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية. أستاذ هاني بعد التحية، يعني كيف تابعت سير الانتخابات الكويتية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد؟ تحياتي لك يا أستاذة أمل ولفريق العمل وللسادة المشاهدين. هذه هي الانتخابات رقم 18 في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية منذ تأسست الكويت في عام 1961. جرت الانتخابات الأولى في 30 ديسمبر 1961 وتشكل مجلس نيابي في ذلك الوقت من 31 عضو. الآن وصل عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 50 عضوا بيتنافس في هذه الانتخابات 305 مرشح زي ما حضرتك ذكرتي، بينهم حوالي 27 امرأة في 5 دوائر انتخابية. يمكن القول أن الحياة البرلمانية في الكويت هي حياة متفردة ومتميزة بين برلمانات دول الخليج، حيث أن البرلمان الكويتي بيتمتع بسلطة سحب الثقة من الحكومة. لابد أن نشير إلى أنه المجلس الأمة الكويتي أو البرلمان الكويتي تم حله خلال الفترة الماضية حوالي 10 مرات، والسبب هو وجود صراعات متكررة وتبادل الاتهامات بين الحكومة ومجلس الأمة. فمجلس الأمة بيتهم الحكومة بمحاولة تجاوز الدستور أو الإلغاء الحياة البرلمانية، بينما في المقابل الحكومة بتتهم النواب بتعطيل إصدار التشريعات التي تعود بالنفع على المواطنين. المرة الأخيرة التي تم فيها حل المجلس في 2 أغسطس الماضي سبقها احتقان كبير بين النواب والوزراء وزيادة وتيرة الانتخابات، بالإضافة إلى مطالبة نواب من المعارضة برحيل الرئيسين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. حل المجلس، كيف يتم حل مجلس الأمة الكويتي؟ طبقا للدستور إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكانية التعاون مع رئيس الحكومة بيرفع الأمر إلى أمير البلاد، ولأمير البلاد الخيار، إما أنه يحل الحكومة ويشكل حكومة جديدة أو يحل المجلس ويفتح الباب لانتخابات جديدة. فإذا ما جاء مجلس أمة جديد ورأى أنه لا يستطيع التعاون مع الحكومة تصبح الحكومة ملغية وتتشكل حكومة جديدة. هكذا بنجد أن الديمقراطية في الكويت يعني ديمقراطية راسخة، مجتمع مدني بيحترم الدستور، بيحترم القوانين، بيحترم المنافسة. هذه الانتخابات بتتميز بعدة انتخابات بعدة مزايا، أولها إلغاء أولها الانتخاب بالبطاقة المدنية مما أدى إلى زيادة عدد أعضاء الناخبين من حوالي 500,000 إلى 796,000. كذلك تم إلغاء الانتخابات التشاورية التي تجري داخل القبائل لاختيار مرشح من القبيلة بالإضافة إلى حياة الحكومة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي وخبير العلاقات الدولية.